فقوله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وهل إجابة المضطر عامة للمسلمين والكفار؟ بمعنى أن إجابة دعوة المضطر هل هي واقعة لا محالة في جميع الأحوال للمسلمين والكفار، أم أن هناك فرقا؟ أما بالنسبة للمؤمنين فإنهم يدخلون تحت هذه الآية، وأما بالنسبة للكفار فقد رأى بعض العلماء أن الكافر قد يكون في حالة ضر ولا يستجيب الله له، ولذا قال تعالى في سورة الأنعام فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، قال فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فعلق كشف هذا البلاء في حالة الاضطرار بمشيئته جل وعلا والسياق في حق المشركين، ولذا قال في ختام الآية وتنسون ما تشركون.